السلام عليكم. انا اليوم جيت نتردد على ديك السيده اللي خرجت البارح بالحشمه بلحيه كتقول حنا كنستحمر الشعب المغربي. حاشا لله واش كنستحمر الشعب المغربي. انا بعدا الا كانت تهضر تهضر على راسها بوحدها، حنا بالراي العام وبالشعب المغربي باش عايشين وباش مساندين وباش واقفين. علاش غنستحمرهم؟ هي المولفه بالاستحمار، هي استحمرت الدين الاسلامي واستحمرتني انا اكبر من امها واستحمرتنا حنا كاملين. كيفاش استحمرتك انت؟ استحمرتني انا ذات راسها مسلمه، انا ما كنعرف عليها والو. انا شاتي الفورم درتو غير عمادي، درتو على قبه نزال. انا عمليه العيني الطبيب مانع عليا بان الاشعه ما نوصلش ليها كاع مواد التنظيف. درتو على قبالة ولدي ملي كانوا في طنجة. انا هضرت لولدي قلت لي حشومه راه كديروا داكشي لا اخلاقي، حشومه رجع بحالتك لداركم. قال لي لا راه غنتزوجها. وي داك ملي وراها لي دايره الاخوان وكتهضر بكلام ديال الله ماشي زعما كلام ديال استحمرتني. ملي جات راه كتنوض كتبوس لي راسي وكتبوس لي يدي، كتكلم معايا مزيان، دايره الاخوان ملتزمه كاي مرة محترمه. صافي ملي مشات تما قعدت واحده اخرى عاد فما الهضره الخايبه والاوديوات راه عندي. كنرسل لولدي كنقول لي عندك الشيء اللي كيدير، كنقول لي لا ما ديش بحال هكا. شنو بان لك في داك الشيء اللي قالت البارح؟ هذاك الكلام الخطير، هذاك الكلام كتهضر على راسها بوحدها. الا كانت كتمثل كتمثل راسها بوحدها، احنا ما كنمثلوش معاها. الا كان نزار كيمثل معاها غيخرج بزيرو درهم جيبو خاوي. هي كيخدم معاها وهي كتخشي في الجيب حتى من الايفون، ما عنده حتى تليفون. هو كامل مسكره ما عنده تليفون، داك التليفون كاع مقشقش. شد هو قال لي، قال لي تخلصت وعطيتها الفلوس. الايفون قال لي، قالت لي هي عطيه ليا، قال لي عطيته ليها. وتقرج داك الراجل اللي عنده التليفون كاع مهرس مسكين كاع مقشقش وشد لي الايفون. محشومهش عليها، راه هي الراسه اللي هي اللي كتستافد مني. علاش دارت هذاك الشيء؟ راه باين واضح، لان بروجي مشى عليها، بروجي هو ولدي. شكون هذا الراجل؟ هو كيخدم وهي تخدم وهي كتخلص وشاده لي كل شيء. كون كان ولدي طماع ما يخرجش يتحاسب معاه. فما قالت راه الناس كاع شافوها، قالت لهم خارج كيهرب، خارج كيجري مع الصباح. كثر عليه الضغط على كاين شي واحد كيهرب من دار العرس. قتلاته بالجوع ومارست معاه انواع التعذيب، واخا نقولوا قدام الكاميرا دار كيديروا بلوغات وكيمثلوا، ولكن داك الشيء راه بينا وبينا. حنا شنا بعينينا بينا وبينا، حنا كنمثلوا، كنمثلوا الاوديوات اللي عاودي، كنمثلوا على ريوسنا الاوديوات اللي عندي. لان كنقول ليها هذا الشيء ما نزياش، كنقولوا لولدي كتجاوبني هي بكلام خايب بحال دوك الاوديوات اللي رسل اللي طلق من لولي. هكا هي فما هي مشهوره معروفه بان انا معرفتها حتى مؤخرا بان معروفه. قالت هي هذا الكلام؟ راه قلت لك قالتو هي شافت راسها طاحت باش كلشي يطيح معاها. قالت شافت راسها كلشي ضاع منها، البروجي اللي كان عندها مشى. واش هي كتقول لها من اللي يرسل ولدك لامو؟ كاع انا بقيت الولد لامو، انا كاع بقيت فيها ملي كان عندها مالا ما رسلاتو ليا. ولدي عايش بخير وعلى خير، كيهضر معايا كاميرا ملي كينوض، كيهضر معايا كاميرا، كيشاركني في الصغيره والكبيره، كيهضر معايا، كيتكلم معايا مزيان، وكيهضر وكيبكي. كيقول لي كنديرني بحال الروب، ما عرفتش راسي كيفاش حتى كنقول لي دير هكا دير هكا. واش هادي كتحرض الولد وكتقول لي كلشي دابا كيقولوا لي، كيقول لي نوض قول لامك نوض عايرها. وراه هذاك اليوم فاش عيرني خرجت في الفيديو عايرني، سخرات يجيب كوش. قال لهم انت كيهضر معايا ملي كتسخر يجيب لي كوش. هي عيات وبعدا بالتسخير كل مره تجي تقول لي جيب كوش وحده. سخراتو قال لي الوالده سمحي لي، راه هي اللي قالت لي خرج جاوب خوك وجاوب الام ديالك. ايوا هي اللي كتحرضو. ولدي راه ما يقدرش يعايرني، على كاين شي واحد كيعاير امو. هو دابا كيهضر كيقول لك انا ما عرفتش كيفاش تنبوس الرجلين، كيقولها فمو ما عرفتش كيفاش عاد تنبوس اليدين، ما عرفتش كيفاش قال لك وحده قصر مني كتشد لي من راسي نتفني نتفني، ما عرفتش كيفاش. كنقول لي غير طلقها، راه فعات لك الطلاقه طلقها. قال لي انا ما نطلقهاش، انا قال لك غنجيبها البيت الزوجيه وهي تجلس في الدار وتبعد من السجن. راه ما كاملاتش، ما غاديش يطلقوا. لا ما باغيش هو يطلق، قال لك لا ما على حساب هضرته. هو هضرت لان ودي كنتواصل معاه يوميا. شنو الاستفاده ديالو باقي لا استمر في هذا الزواج؟ لان هو يعني كما كتقولي يعني خارج زيرو درهم، والمراه يعني كتبان بواحد الوجه اخر، يعني ديما مدابزين، اشنو غادي يستافدوا؟ واخا خرج بزيرو درهم قال لك الراجل بحال الفاس فين ما مشى يحفر. مادام باقي صغير وصحيح راه باقي يصنع مستقبله بيدو. هو قال لك انا بهدلتني وسط المغاربه قدام المغاربه وحشمتني مع العائله ومع الجيران. ما صعب يستمر معاه واخا دارت لي كامل. قال لك بغيت الرجل انا بغيت نستمر معاه، بغيت نبين ليها بان نزار راجل. هو هي تجلس في الدار وانا نخدم وكنتي تبقى مسموعه، وهي راه بهدلات. وهو الان دابا كيبكي قال لي شوفي انا خرجت من البيت الزوجيه وهي مدوره عليها الرجاله.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اني لا اصافح النساء، وهيك يوم راه مجي الجرش الرجال كيشدوا لها من الكسافه. راه هذيك راه شوات بالمراه المغربيه، المراه المغربيه راه ماشي هكاك، راه كانت مسكينه ليها خرجتين، خرجه من بيتها الى زوجها وخرجه الى قبرها، شويه من اللي تطورات وداك الشيء خلى عادت المراه كتخرج، واخا كتخرج كتحترم بيت الزوجيه، هي ما احترمتش بيت الزوجيه. راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ان يطعن بمحيط في الراس بمحيط من حديد خيرا ان يمس امراه لا تحل له. وما بالك هي مجوجه في عصمه راجل وما احترمتهاش كينسبها، وهي عزيز عليها الضاربه في الاغنيه قالت لي نزار غندى الحرب، وهذه النوع ديالها. وكذابه هي قالت حامل، شكي قالت انا ما حاملاش، شكي قالت هذاك الشيء علاش انا ولدي ما خليتوش يمشي للسبيطار عندها، حنا عرفتها غتصح وعرفتها دايره كذبه وعرفتها غتموت ثاني الصداع. قلت قال لي ولدي راه استقدا الناس على السلطان، قلت لي ما تسيرش عندها، بغينا نفكوا هذه المساله. هادشي هو باغي، هو دابا غيطلب غيسالو غيجي غيطلب الطاعه الزوجيه. قال لكم بين المغاربه بغيت نتصالح مع خوتي المغاربه لانني بهدلت بالرجاله هضرته هو. قال لكم تجلس في الدار وانا نخدم. علاش مك تهضر في القناه تجيب ديك القناه بغينا نبيعوها، والقناه ماشي ديال ولدي ديال نزار ديال النبي. وانا راه فهمت بان القناه، فهمتم بان القناه راه الراي العامي قالوا ديري قناه، لانهم كيرسلوا لي بزاف الاوديوات ودعموا معايا الله يجازيهم بخير. الى حد الان انا مدينه لهم، انا كنقول ما انا ما ممثله معاه ما والو، لان استحمرتني انا الاولى، دارت راسها مسلمه، هذاك الشيء علاش انا استقبلتها ونصبت عليا انا الاولى، دات لي فلوسي وما رجعتهاش ليا. اشنو الفلوس اللي دات لك؟ قالت لي ارسلت لي ولدي، قالت لي حنا في الدار، قالت لي قالت لي جعدي قال لي قالت لك السكده 2020، شويه تجات قالت كي خاصنا 20، عطيتهم كارد كيشي ديالي وقال لك زمان الكذب مشى، دابا راه زمان الحقيقه اللي بغا يكذب. حتى دابا راه نقول لك في شهر 3 وقيلا 19 3 راه الشباك الاوتوماتيكي راه كاينه الكاميرا، غيكونوا الا كان بحث غيكونوا هما بجوجهم، وفلوسي انا راه غتكون بسميتي. الفلوس شنو شرات بهم؟ الله اعلم. جابتي المطاوه ديال الحوت وبيناتها في الفيديو، ها حنا كناكل شات المناضه لان عايشتهم غير بيمو اندومي، هذه نقولها بكثره. اتاي حنا معروفين المغاربه باتاي، كنخرجوا في الخميسه شحال من سيده ولا سيد كيقول لك زيد خرج الكاس ديال اتاي، وما تاي من ديال ما كيطيبش، البوطه كاينه ما كتشعلش. الله تعالى راه كيعطينا النعمه، كيقول لك الا ما بانتش لك كيقول لك الله لا عطيتك، الله لا عطى النعمه بلا ما نشكروه، الله لا عطى شي نعمه بلا ما نشكروه، راه كيقول لك عليك بلا ما تشعر. الله كيبغي النعمه اللي كيعطينا تبان علينا، هي ما بيناش عليها. قاعد الفلوس كتشد كتشد وراه ما عايشاش مزيان. وهي دابا اللي درتها تقول لك عايشين بالاكسانس، ام نزار كتهضر راقبه الاكسانس، انا عاد كنجاوبك في الصحافه وانت في راسك انا كنهضر القناه باش نجاوب الناس اللي دعموني نفسانيا. كيفاش الناس هاد الناس استحمرهم؟ قلنا في المثال كنستحمرهم واش هما كيقول لك رسلوا، كنقول لهم لا، كنتحدى اي واحد يقول لك رسل. شحال من واحد كيقول لي شبغيتي الوالده، وشحال من وحده كتقول لي شبغيتي الوالده، كنقول لهم انا ما باغا والو، بغيتكم تعاونيني في الدعاء. والحمد لله الدعاء ديالهم راه الله استجب لنا الدعاء بانه خرج من عندها، لان دارت لنا الفتنه في الدار هذيك السيده. رسالتك الاخيره اللي هي ولدك نزار؟ رسالتي الاخيره هي بارك من الكذوب، عينا بالكذوب. انا كنت ساكته وشفت مواقف خايبين، والاوديوات عندي، احنا كنمثلوا على الراي العام والاوديوات غنمثلت على راسي. من اللي طلقهم انا حشمت نطلقهم، حشومه نطلقهم. شنو كاين في هذا الفيديو؟ كلام خايب سافل، لما المراه كبر من امها قلت لها نزار ولدي راه ما حيدتي هذه المزاله، راه نوض معقر بالها. جاوبتني هي قالت لي انا مستعد ندير معاك الحرب العالميه التاسعه، راه باش القرايه زينه ولكن المستوى طاح. مشى زمان ديال العقل والقلم، دابا زاد جا غير الزمان ديال الركيل. السكده ما عارفه والو من هادشي، كتشوف واحد ماجستير مسكين قرا تحفه وعينيه ما كيشد حتى 100 دريال. هي كتخرب، اش كدير لينا؟ لا باش كدير لينا؟ اش من محتوى كدير؟ اش من صنعه كتخرج من؟ كاينين عباقره مذاكر، كاينين صناع، كاينين ناس مؤلفين، كاينين شعراء، ما كياخذوش حتى الربع اللي كتاخذ هي. لهذا كنطلب من هاد الناس ما يبقاوش يساعدوا بحال هاد الشكل، هاد الشكل كتعتبره غير ذباب اوتوماتيكي. كاينين نصبوا على الناس مساكن العقول الضعيفه كيتفرجوا فيهم كيديروا لهم لايك، الله يرك يحتاج. حتى ولدك كيدير التفاهه. حتى ولدي انا ماني قلت لك حتى ولدي كيدير التفاهه، شحال من مره كنخرج مع الصحافي كنقول ما كيدير غير التفاهه. دابا شنو كتنصح المغاربه؟ انا كنصح هاد السيده راه ولدي كلاتو
كنت فيها الحنان والعطف، هو راه تليفونو كاع مقشقش وتخلصت. وملي تخلصت قالت لي عطيه هو بفمه، قالت لي عطيني الايفون وبري قدام الناس راه هديتيه ليا كادو. هو قال لك هو كيقرب قال لك كنتحركني بحال الروبو، هو كيتفكر هادشي وكيزيد يبكي. هي دابا كتقول لي وهاد من اللي دي ولدك دي الدري لمو، الدري باقي صغير كيرضع، الدري راه كيشوف مستقبله. كنت كنخمم لي بحال هادشي راه غيسد عليها بيتو غيجيو صحابو، هو نيت قال غيقول لي مالك درتي مالك درتي العتاب، واخا داكشي العتاب دار فيها الله حل. المهم انا كان قصدي ملي قال لي انا جيت للدار بيدرس فيه خوتو قلت لهم جيبوه.